إذا مشاهدينا للمزيد حول البيان الختامي للقمة العربية انضم إلينا من هناك من جدة مباشرة موفد التلفزيون المصري منذر أبو دوح. سيد منذر، بعد التحية، كيف تابعت البيان الختامي للقمة العربية؟ تحياتي ليك وللمشاهدين المشاهدين. بالفعل البيان أكد على عدد من النقاط وعلى اتفاق النقاط العرب على عدد النقاط تجاه مختلف القضايا العربية التي طرحت على طاولة مناقشات اليوم، والتي تبعناها بداية من عودة سوريا إلى قلب الجامعة العربية، وتأكيد الرؤساء العرب على أنها عودة جديدة نسعى أو تجديد الدماء العربية، وكذلك توحيد الرؤى اتجاه مختلف القضايا العربية، وكذلك تأكيد وزير الخارجية السعودي خلال المؤتمر الصحفي على أن هذه العودة ستلقى الفترة بزيادة التعاون مع سوريا لدعم المستوى الاقتصادي وعلى كافة المستويات لتكون العودة بداية لحل أزمتها. كذلك مناقشة آراء أو اتفاق القادة العرب على ضرورة وقف القتال في السودان والحفاظ كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بكلمته على المؤسسات الخاصة بالدولة السودانية، وذلك يساهم في الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السودانية وأهمية وقف الاقتتال حتى يتم وصول المساعدات إلى الشعب السوداني الذي يعاني بسبب حرب الشوارع داخل السودانية. بطبيعة الحال محورية كما أكثرت ذكر زميل العزيز محورية القضية الفلسطينية بالنسبة للشعوب العربية، هذا ما أكد عليه البيان، وكذلك ما أكد عليه القادة العرب في كلمتهم بخصوص تأكيد على أن القضية الفلسطينية أساس للشعوب العربية ويجب حلها وفقا للحل الذي طرحته المبادرات العربية، وهو مبدأ حل الدولتين على أن تكون القدس عاصمة لدولة فلسطين، والرفض الكامل لعملية التهويد للعاصمة القدس المدينة القدس، وكذلك الاعتداءات على المسجد الأقصى التي تحدث هذه الأيام والتي مستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفض الكامل لتلك الاعتداءات وما كان من الاعتداءات كذلك على بعض المدن الفلسطينيه وقطاع غزه وتدخل رئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الاعتداءات. بطبيعه الحال محوريه القضيه الفلسطينيه كانت على مستوى الشان العربي، لكن ما وجدناه في القمه العربيه اليوم قضيه دوليه، قضيه اثرت على العالم اجمع، اي وهي الحرب الروسيه الاوكرانيه التي اثرت على كافه المستويات سواء على المستوى السياسي من ازمات سياسيه على مستوى العالم وتغير الاقطاب العالميه وتغير الحركات العالميه في السياسه الدوليه، وكذلك تاثيرها على مستوى العربي خاصه في الشان الاقتصادي، مما استدعى ان تكون او ان يكون الرئيس الاوكراني حاضرا وبقوه داخل هذه القمه العربيه ليؤكد اولا على ان المنطقه العربيه صاحبه قرار في القضايا الدوليه وليست المنطقه العربيه فقط، وانها ذات ثقل، ان المنطقه العربيه ذات ثقل سياسيه في مواجهه القضايا الدوليه من خلال استعراض الرئيس الاوكراني لتفاصيل خاصه او اخذ التطورات الخاصه في القضيه بالازمه الروسيه الاوكرانيه واهميه دعم الدول العربيه، وهذا ما اكد عليه احمد خلال المؤتمر الصحفي، بدعم عمليه السلام ودعم عمليه الحوار داخل بين روسيا واوكرانيا لوقف القتال وكذلك الحفاظ على سلامه الاراضي الاوكرانيه وفقا للقواعد السلام الدولي. انها قمه تغيير، قمه تجديد، اعتقد انها قمه تشهد تحديات. قرارات التي صدرت كما تابعناها في المؤتمر الصحفي تؤكد على عدد من الحلول وتوحيد الرؤى تجاه هذه القضايا من خلال توحيد الرؤى بين الدول العربيه. يمكن منذر القضايا التي تم طرحها وان كانت قضايا سياسيه بها الاساس كما تابعنا يعني وكما ذكرت محوريه القضيه الفلسطينيه، عوده سوريا كممثل في جامعه الدول العربيه، وايضا ازمه في السودان في اليمن وايضا في لبنان، الا ان الشق الاقتصادي كان له دور ويعني القى بظلاله على مخرجات القمة العربية. كيف تابعت المحور الاقتصادي في جامعة في القمة ببان الختامي للقمة؟ كيف تابعت أيضا هناك العديد من المبادرات، مبادرة تعنى بسلاسل الغذاء، بشح المياه، بدعم وتعزيز اللغة العربية وأيضا الثقافة العربية؟
نعم بالفعل هي نقاط مهمة زميلي العزيز، كما أسلفت بك أن هذه النقاط تعتبر أهم المنطقات بالنسبة بعيدا عن الأزمات السياسية والقرارات السياسية. تعتبر هذه القرارات الاقتصادية من أساس التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في سبيل تطور وتحرك القدرات العربية وتنمية المجتمعات العربية. كنا قد تابعنا في الأيام الماضية تحضيرا لهذه القمة وضع عدد من القواعد والقوانين الاقتصادية التي تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي في كافة المجالات لتسبب الأزمات الدولية في تأثر الاقتصادات العربية، وخاصة الأزمة الروسية الأوكرانية والأمن الغذائي العربي تأثر كثيرا بسبب اعتماد الأسواق العربية على سوق الحبوب الأوكراني، وكذلك الروسي، والذي مما استدعى زيادة الأسعار وأثر بطريقة كبرى على الأسواق العربية، مما استلزم تدخل الحكومات العربية وتوحيد الرؤى من خلال المبادرة السعودية لتأمين وصول السلع الغذائية أو الأمن الغذائي. وتعتبر هذه المبادرة هي تأمين للمواطن العربي والحفاظ على قوت يومه من خلال توفيره بوسائل آمنة. كذلك بعض القوانين الاقتصادية الخاصة بزيادة التعاون بين الدول العربية، منها قوانين الجمارك ومنها عدد من القوانين التي تدعم التعاون الاقتصادي والذي سيصب بجميعه في مصلحة المواطن العربي. نعم منذر، يعني سيد أحمد أبو الغيط أمين عام جماعة الدول العربية كان أشار في عجالة إلى أن هناك اجتماع مزمع ما بين المجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية، هل هناك أي معلومات ربما قد تكون رشحت لديك عن هذا الاجتماع المزمع عقده؟ منذر لا أدري إن كنت تسمعني بوضوح أم لا. معذرة لم أسمع السؤال. نعم. معذرة. كنت أتحدث عن أن السيد أحمد أبو الغيط كان يعني أشار في عجالة إلى أن هناك اجتماع مزمع عقده ما بين المجموعة الأوروبية وجامعة الدول العربية، هل هناك من أي معلومات ربما في الكواليس قد تكون رشحت لديك فيما له صلة بهذا الاجتماع؟ بطبيعة الحال تصريحات السيد الأمين العام في زيادة التعاون مع المجموعة الأوروبية، هذا التعاون شامل مختلف القضايا، كما تابعنا في تحقيق الجامعة العربية الدائمة في تواصل أكبر مع الشركاء الأوروبيين في حل أو مساهمة في توحيد الرؤى مع بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي والشركاء الأوروبيين في عدد من القضايا سواء على المستوى السياسي بداية بالقضية الفلسطينية، ودائما التحركات الدبلوماسية العربية تسهم في وقف أو نقول الحد من التعنت الإسرائيلي تجاه القضية الفلسطينية من خلال دعم الاتحاد الأوروبي للقضية الفلسطينية، وكذلك على المستوى الاقتصادي في التحركات التي تسهم في زيادة التعاون الاقتصادي الذي يسهم بالنتيجة بالنهاية إلى التعاون الذي يصب في مصلحة المواطن العربي. بطبيعة الحال الشراكة العربية الأوروبية نشأت تطورا في المرحلة الأخيرة، محاولة توحيد الرؤى تجاه مختلف القضايا يصب جميعه في مصلحة القضايا العربية. نعم منذر، كان أيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي قدم في الجامعة الدول العربية وثيقة سلام مكونة من 10 نقاط، لديك أي تفاصيل عن هذه النقاط وما يعني مآل هذه الوثيقة إن كان لديك أي معلومات في هذا الصدد؟ بطبيعة الحال الوثيقة تصب جميعها في مراحل إنهاء القتال أو الحفاظ على سلامة الأراضي الأوكرانية. تفاصيل الوثيقة لم تصل إلينا بالكامل، لكن الرئيس زيلينسكي أكد على أن الدول العربية ذات ثقل سياسي مما يدعى وهو في التواصل مع القمة العربية، أكد أهمية توحيد الرؤى مع الدول العربية لوقف عملية القتال على الأراضي الأوكرانية والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الأوكرانية، وكذلك أنه في حالة دفاع عن النفس لحفاظه على أرضه من الاعتداءات وفقا لما صرح به الاعتداءات الروسية على الأرض الأوكرانية. يطلب أو حضوري إلى القمة العربية هذا يأتي تأكيدا على محورية المنطقة العربية
العربية في القضايا الدولية ومدى الثقل السياسي الذي يسهم بتعزيز القضايا الدولية أو وضع حلول أكثر فعالية في القضايا الدولية. نعم، أنا أشكرك شكرا جزيلا منذر أبو دوح مراسل التلفزيون المصري من جدة، كنت معنا، يعني أشكرك شكرا جزيلا.